طلال اعترف، وش جابك انت هنا؟ جيت اشوفك وانت تتناقز وراها من مكان لمكان، تبيها ترضى عليك صح؟ هي هي هي، جنيت انت؟ لحظه طلال، ترى انت فاهم الموضوع غلط. اقول تراك انت اللي مو بفاهمه وش اللي يحتريك. اقول لا تقعدين تتكلمين زي كذا واطلع من هنا احسن لك بسرعه. زين عادي بطلع، بس مو قبل لا اقول لها حقيقه واخلي كل الناس اللي هنا يعرفون اسرارك. شرفك سر الشر واطلع من هنا بسرعه. شوفي يا حبيبتي، ترى انا عندي دكتوراه بطلال، بالبدايه يبي يحسسك ان احن رجال بالدنيا، واظنه قد تجاوز المرحله هذه معك. بعد كذا يبي يلعب دور الضحيه المسكين عشان يشيل علته منه ويحطها فيكي انت، ويعيشك بكابوس انه هو الرجال وانت العاقر اللي ما تجيب عيال. كيف زورت التحاليل؟ علمني كيف زورتها. والحين تبي تتزوج؟ تبي تتزوج عشان تثبت للناس كلها انك طلقتني لاني ما اجيب عيال؟ وانت عارف زين ان المشكله عمرها ما كانت مني انا. مجنون انت؟ خبله خبله صح؟ ترى مجنونه والله اعرفها، خبله ما هي بصاحبه، ما عندها عقل. بس انت بس يا مجنونه. مجنونه؟ انا مجنونه؟ مجنونة عشان حبيتك، مجنونة عشان ضحيت عشانك، مجنونة عشان وقفت معك قدام أهلك. آخر شيء وش خذيت؟ آخر شيء طلقني ورماني برا، رماني علشان لا أفضحه، رماني عشان لا أقول الحقيقة. بس اطلع برا. انت اللي تطلع برا والحين يلا برا 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 برا. الشركة هذه شركتي، ملكي انا، انا اللي اطرد وامشي واستقبل، والايد اللي أشوفها مرفوعة فيها والله لقطعها أقطعها. فاهمين؟ تعالي معاي. أنت مين؟ أنا يوسف الفهيتاني، يوسف عبد المحسن الفهيتاني. في أحد ما سمع؟ في أحد ما سمع؟